تدور عجلة الإعمار من جديد في البصرة بعدما توقفت منذ سنوات بسبب قلة الأموال، حيث باشرت الحكومة بتنفيذ حوالي 70 مشروعاً في قطاع البنى التحتية بكلفة إجمالية بلغت 160 مليار دينار. ويشرف على الحملة المحافظ معللاً ذلك لفقدانه الثقة بمن حوله. ما أثق بحد بعد، تروح سوريا تروح شو يسوي؟ حط له انبياء ما حط له انبياء لين يشتروه. هاي القبلة هسانة كانت موجودة، حط المهندس يشتروه، حط القانوني مالتي يشتروه، شو يسوي؟ الآن تقريبا عندنا أكثر من 70 مشروع بنى تحتية فقط وكهرباء، ماء، مجاري، أمطار وتبليط. ما عندنا مشاريع، وقفنا المدارس أعطيناها أولوية، وقفنا كل المشاريع الأخرى أعطيناها أولوية، وفرنا مبلغ من المال قيمته 160 مليار. كل الحركة اللي تشوفوها هي بهذا المبلغ. لكن علامات التفاؤل والارتياح لا تبدو على وجوه من يراقبون سير تنفيذ المشاريع التي أسندتها الحكومة إلى شركات محلية، فالمختصون في مجال تخطيط المدن يرون فيها نقصا واضحا في إنجاز المشاريع الاستراتيجية التي تخدم من عانوا من فقدان الخدمات الأساسية. هناك أولويات للمشاريع الاستراتيجية تخدم المحافظة، وما أصور أنا هذا المشاريع اللي تبديل الأرصفة مشاريع استراتيجية راح تخدم المواطن. يعني ما سوينا شيء، شلنا القديم وحطينا جديد. المشارع الذي لديه قائمة حاجيات أساسية في مجال الإعمار فقد انقسمت آراؤه حيال الحملة الحكومية التي تأتي في الشهور الأخيرة من عمر دورتها الانتخابية. نبشرهم ونقلهم تبلطون ما تبلطون، تسوون شوارع ما تسوون شوارع، الشعب عزف عنكم. سوي لي منشأة صناعية أنا يمكن أشيد بها، لكن أنت تيجي تبلط الشارع وتريدني أشيد بمجهوداتي، هذا مو مجهود، هذا الضحك على الذقون. بالمقابل تؤكد الحكومة على أن حملة الإعمار سيتلمس نتائجها المواطنون قريبا. في مدينة كانت مسرحا لحروب سابقة يثير الكثير تساؤلا عن إمكانية أن تغير هذه المشاريع 70 من صورة واقع المحافظة المتردي. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.